في احد انا بعتبره صرح من صروح الدوله بني على مدار عدد سنين على اعلى مستوى دولي، جالنا زيارات متعدده من الخارج من مراكز ممثلة. ده يعتبر اكبر مركز في العالم ومنطقه الشرق الاوسط. حتى هذه اللحظه نعترف ان احنا لم نستخدمه الاستخدام الكامل والامثل. وجود السيد رئيس الوزراء معنا اليوم هيساعدنا ان شاء الله ان احنا ندخل في بعض التفاصيل والمعوقات اللي هي اثرت على اداء المركز خلال الفتره الماضيه. العربيه كانه بيمثل حادث انفجار كاوتش، نشوف تصرف السائق ازاي لما بينطلق فات كروتش. السائق بيفقد التوازن نتيجة الكيك بليت اللي بيمر عليه. السائق دي بتطلع عوائق مائية بتوصل عائق طلع أثناء التدريب. عوائق بتطلع نواقير بتطلع من تحت الأرض أو عوائق ميكانيكية بتوصل عائق بيطلع للفرد المركب. رئيس نادي السيارات المرور المركزي عايزين كل الصحة ليها دور معانا، يعني الاستثمار وشركة والاستثمار. بص ده كنز، لازم تحترف المايك، لازم تحترف المايك. كنز لما تقول لي ده شغال ب 27% عشان اقول لك بعوقات بيروقراطية. انا مسؤول، انا مسؤول، انا بقولها انا الجمله دي، انا مسؤول. وبدل من النهارده حسين بيه قلبك حديد يشتغل، ده وطن، وطن الوطن كده ولا ايه؟ مش ممكن يبقى عندي حوادث واقول لا انا ما اتدربش قطاع الخاص ولا ما اتدربش ولا جيب. هتحزن لو شفت، بتشوف يا فندم الكارتنج، الكارتنج اللي كاتبينه احدث كارتنج، والعيال الشباب تجيبها هنا حضرته اللي انتوا قلتوا لي. انا لا لا انا عارف، انا عارف الحقيقه مشروع كلف 200 مليون جنيه وما حد الحقيقه المجتمع يعني قطاع واحد يمكن النهارده استغل هو تدريب قائدي المؤسسات السياحية. وفعلا الحمد لله بالرغم من الحوادث اللي بتظهر، لكن ما كانش فيها الحقيقه في الفتره الاخيره اتوبيسات السياحه، يعني كانت اتوبيسات اغلبها شركات النقل. الهدف استغلال الحد الاقصى لانه ملك الدوله 100%. حضرتك يا فندم بلغت ان انت حضرتك لم تعلم بهذا المشروع، يعني حتى وانت عارف بهذا المشروع ما اعرفش عوائق المشروع. تمام، عوائق المشروع انهم كانوا محددين انه ما يكونش فيه نشاط استثماري، ولا المشروع ده لازم يستثمر ولازم يجيب له الدوله. طب في المرحله المقبله هل يفتح القطاع الخاص؟ بلا شك من النهارده، من النهارده هيكون في وزير السياحه ووزير النقل ووزير الاسكان والمرور المركزي والاستثمار. كيف نستطيع فعلا ان مشروع يتكلف 200 مليون جنيه يجيب عائد، وخاصه ان احنا قدامنا ساحات للتدريب، وايضا نادي السيارات ساحات للتدريب القياده الهامله، ايضا قدامنا مساحات لاستغلالها انها يبقى ممكن مركز لتجاره السيارات ومركز لقطع الغيار. وقطع الغيار برضو النهارده بفتح النهارده موضوع مهم جدا، ولما شفنا تحليل الحوادث النهارده زي ما نقول 70% خطا فردي، لكن في 15% قطع غيار مخشوشه و اطارات مخشوشه. ده النهارده بلا شك لازم النهارده احنا كهيئه صادرات واستيراد، وفي النهارده توحيد قياسي وفي مواصفات قياسيه، كل حاجه تدخل البلد لازم تكون فعلا طبقا للمواصفه، والا فعلا احنا بنعرض ارواح الناس. طبعا ده جاي من التهريب، تمام، واحنا بنحارب التهريب وهنضرب التهريب ايضا. عايز استغل الفرصه الاستثماريه لانها ممكن فعلا تدر ربح لهذا، وايضا الهواه سيارات السيارات، وللاطفال هنا في نادي تعليم المرور يبقى في علاقه مع المدارس انا شايف ان ده يعني اصل من اصول الدوله ان دفع فيه 200 مليون جنيه يجب ان يستغل اكثر كثيرا من الاستغلال.